الشهيد عيد الجيد محمد العيسى. اللي كنقول على ان الشهيد عيد الجيد محمد العيسى تم الاغتيال ديالو بتاريخ 25 جوج 1993 في اطار مؤامره سياسيه ما بين النظام السياسي والقوى الظلاميه لشخص عادل جماعه العدل والاحسان والاصلاح والتجديد اللي هي نواه ديال العداله والتجديد. وهذا الهجوم او هذا الاغتيال هذا جاء نتيجه ديال واحد الهجوم منظم لسنين عده سنين من طرف الميليشيات ذات القوى الظلاميه وبخطيه من الاجهزه ديال النظام السياسي وعلى جميع الجامعات المغربيه. الناس في طوان وقنيطره وجده لانه في 1991 قبل ما يتغتال الشهيد بن عيسى تم الاغتيال ديال الشهيد العطيب عمري 1991. إذا الاغتيال هو جاء بهذا السياق ديال الهجوم واجتثاث الفعل النضالي ديال طلبة فصيل الطلبة القاعديين التقليديين والقاعديين عموما داخل الجامعة المغربية. والدليل على ذلك على أن من بعد الاغتيال ديال الشهيد عيد الجيد محمد بن عيسى تم تهريب الجثة ديالو إلى مدينة القرى. إذا السؤال من هرب الجثة ديال هذا ديال الشهيد بن عيسى؟ المطالب ديالنا هي اننا نطالب تاريخيا بالحقيقه كامله. بغينا الحقيقه كامله في القضيه ديال الشهيد بن عيسى، ليس فقط بالنسبه للاشخاص اللي نفذوا ولكن كذلك اللي خطوا واللي هنسوا لهذا الهجوم عموما، لان الامر يتعلق بمرحله بهجوم على مرحله على 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 على, على, على القاعدين عموما داخل الجامعه المغربيه لعده سنين، وكان من النتائج ديالها هو الاداء العديد من المناضلين والاغتيال ديال الشهيد عيسى والاغتيال ديال العطيب عمري. نقطة أخرى بغيت نأكد عليها هنا، ما يؤكد هذه المؤامرة، إذا كان الشهيد إذا كان الرفيق الحديوي الخمار اللي هو كان في لحظة الاغتيال كان معارض مع الشهيد بن عيسى في الطاكسي راكب وتم الاعتداء عليه لأنه كان غادي حتى هو كان غادي يستشهد ومن بعد غادي يتحاكم بعامين سجن نافذة، فهنا كتبين المعركة كيفاش الضحية اللي كان غادي تقتل إلى جانب الشهيد بن عيسى غادي حتى هو يتحاكم بتهمة المشاركة في العنف المفضى إلى 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 الوفاة. واش هادو كانوا في مواجهة؟ هادو كانوا في لحظة ديال الطاكسي راكبين غادي للدار ديالهم وتعرضوا لهم بين 25 حتى 30، هذه بالشهادة ديال مول الطاكسي اللي هو توفى الآن وبالشهادة ديال الحديوي الخمار اللي كان الرفيق ديال بن عيسى. إذا هاد الناس كانوا غاديين في طاكسي غاديين للدار ديالهم وتم الاعتراض ديال الطاكسي وجبدوهم من الطاكسي واعتدوا عليهم، كيفاش غيمكن يتحاكم ضحية بعامين سجن فني؟ إذا حنا نحتاج تاريخيا على القضاء على انه لم يكن مستقل ولا زلنا نحتاج لحدود الان، واللي من حقه يحتجهما الرفاق الشهيد عيد الجيد بن عيسى وهي العائله ديال بن عيسى اللي الا كانت تغتال في 93 فالسؤال كيتطرح واش 25 سنه لحدود الان مازال ما بانتش الحقيقه؟ اذا من يتحمل المسؤوليه؟ شكون اللي خصو يحتج على القضاء ولا عدم استقلاليه في القضاء؟ حنا اللي خصنا نحتجوا على عدم استقلاليه في القضاء. اذا هي الاغتيال جاء في اطار مؤامره سياسيه بين النظام السياسي والقوى الظلاميه بشخص جماعه الاحسان واصلاح وتجديد، والمطلب ديالنا هو الحقيقه كامله وتقديم كافه المتورطين كافه الاطراف ليس فقط الذين نفذوا، كافه الاطراف سواء المباشرين او غير المباشرين الى المحاكمه العادله واعلان الحقيقه للراي العام، لان هذا لم يبقى شاهد ديال فصيل الطلبه القاعدين التقدميين، هذا شهيد ديال الشعب المغربي، شهيد الحريه، لان الشهيد بن عيسى كان مناضل وكان حامل مشروع مجتمعي، مشروع الحريه والعداله الاجتماعيه والمساواه، مشروع المجتمع الديمقراطي العلماني، مشروع المجتمع الاشتراكي، وادى الضريبه قبل ما يتقتل، ادى الضريبه في السجن وعد الضريبه ملي كان تلميذ تم النفي ديالو من ثانويه لثانويه بسبب النشاط ديالو كتلميذ، ومن بعد غادي يتعرض للاعتقال بسبب النشاط ديالو في الطلبه القاعدين التقدميين، ومن بعد غادي يتعرض للاغتيال. كاين شي مؤامره اكثر من هذه؟ اذا المطلب ديالنا اؤكد هو الحقيقه كامله في القضيه ديال الشهيد بن عيسى وتقديم كافه المتورطين كافه الاطراف للمحاكمه العادله. احنا ما
ما عندنا حسابات شخصيه حتى مع شي واحد، ونرفض اي واحد، نرفض اي واحد واي طرف يوظف القضيه الشاهد بن عيسى. الشاهد بن عيسى بريء من اي توظيف سواء كان رسمي او غير رسمي. الشاهد بن عيسى كان مناضل في صفوف الطلبه القاعدين التقدميين، مناضل لتشكيلات الشعب المغربي، كان حامل مشروع مجتمعي، وتم الاغتيال ديالو ماشي بشكل عابر، تم الاغتيال ديالو في سياق اجتثاث الفعل ديال القاعدين داخل الجامعه المغربيه وداخل الحركه الطلابيه. والاطراف التي تتحمل المسؤوليه هو النظام السياسي والقوى الظلاميه بشخص جماعه الاحسان والاصلاح والتجديد. وشكرا للجميع. We'll be right back.